اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد اجواء كاس العالم من حيث المباريات اجواء رائعه جدا، سواء ما قبل المباريات حتى وبعد المباريات، بخلاف الاثاره اللي بنشوفها في الملعب في مختلف ماتشات كاس العالم من ساعه ما ابتدى لغايه دلوقتي ولحد ما هينتهي كمان يوم 18، مستمتعين بيه جدا، بخلاف كمان المباراه اللي بتتلعب في هذه اللحظات ما بين البرتغال والمغرب والتعادل السلبي بدون اهداف. فخلينا نتكلم بنظره تحليليه بشكل اكبر من خلال شريف عبد المنعم المحلل الرياضي اللي هيكون معانا دلوقتي عبر سكايب. نرحب بيه يا شريف، مساء الخير. مساء النور يا امير، اهلا بيك وبالساده المشاهدين، ومبسوط اني متواجد معاك على قناه النادي الاهلي. اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. يعني عندنا كلام كتير جدا بخصوص البطوله، خليني بس يعني اسالك في البدايه، اتفاجئت بخروج البرازيل ولا لا؟ طبعا اتفاجئت اكيد، لان ما حدش كان متوقع خروج البرازيل. البرازيل من بدايه البطوله او من قبلها كمان هي المرشح الاول للفوز بكاس العالم، كمان بعد الاداء اللي هم قدموه في دور المجموعات ودور ال 16 ما حدش كان متوقع خالص ان البرازيل تخرج قدام كرواتيا. بالظبط. بالتالي يعني لحد دلوقتي والله من وجهة نظري الشيف شايف ان البرازيل هو اقوى فريق اصلا حتى بعد خروجه من دور الثمانية. يعني هو اقوى فريق على مستوى الفرديات، ولكن على المستوى التكتيكي او المستوى الخططي تيتي ما قدمش اللي يكفيه ان هو يتاهل لدور نص النهائي. كان عنده كسور كتير قوي بانت قدام كرواتيا، ما كانتش باينه في الادوار اللي قبل كده لضعف المنافسين. ايه ابرزها يا شيخ؟ ابرزها ان الضغط العكسي بالنسبه للبرازيل بيبقى سيء جدا، ما لعيبه زي نيمار وزي فينيسيوس جونيور ما بيقدموش الضغط العكسي الكافي قدام منتخب كرواتيا في الماتش بتاع امبارح. كان بيبقى سهل قوي ان لعيبه كرواتيا تعدي خط نص البرازيل. اي نعم ما كانش بيبقى فيه خطوره باينه جدا على حارس مرمى البرازيل، ولكن ما كانش فيه ضغط عكسي كافي من البرازيل. كان بيبقى الموضوع في خط النص يعني متاح جدا لكوفيزيتش وبروزوفيتش ومودريتش. كاسيميرو كان بيبقى وحيد جدا في الضغط العكسي، ما كانش بيلاقي دعم من باكيتا او من نيمار. كان بيبقى باكيتا ونيمار مركزين اكتر في الادوار الهجوميه، فبالتالي كان سهل جدا على كرواتيا ان هي تقفل مفاتيح اللعب بالنسبه للبرازيل. كان دايما الحل الفردي هو الحل الاول بالنسبه لتيتي قدام كرواتيا امبارح، فبالتالي ما قدموش ما يكفي بعد الاول، تحديدا بعد جون نيمار ما قدموش ما يكفي ان هم يحافظوا على النتيجه ويطلعوا لنهايه الماتش ان هم يقدروا يتاهلوا النص النهائي. كان خلاص ناقص 4 5 دقائق، يعني الموضوع كان خلصان يعني. بس عودة كرواتيا اكيد بالظبط، بروح مميزة جدا واداء كرواتيا جه رائع في الدقيقه بصراحة. 115. بالظبط، جون كرواتيا جه في الدقيقه 115، وكان من تحول عكسي الوحيد، التحول الهجومي الوحيد اللي عملته كرواتيا في 120 دقيقه. بالظبط. يعني اتفاجئت ان البرازيل بعد الجون بتضغط اكتر ما كانت بتضغط وهي متعادله. يعني في 6 لعيبه كانوا بيضغطوا في الكره اللي جت منها الجون بتاعت منتخب كرواتيا، 6 لعيبه بيضغطوا على البيلد اب بتاع منتخب كرواتيا بدون ادنى سبب. حين ان انت المفروض في وقت زي ده بعد ما انت متقدم في النتيجه وفضل 5 دقائق على صح نهايه صح الماتش صح تكون صح كل تركيزك ان انت تدافع وان انت تحافظ على الجون وتلعب على التحولات، ولكن العكس هو اللي حصل. فبالتالي الهجمه الوحيده اللي راحت بيها كرواتيا، حتى احصائيا الكره الوحيده اللي شطتها كرواتيا اون تارجت على اليسون بيكر في قدام البرازيل هي كانت الجون في الدقيقه 115. أكيد. طيب نتكلم على واحدة من أكثر المباريات إثارة في بطولة العالم لحد دلوقتي، وهي مباراة الأرجنتين مع هولندا، فوز الأرجنتين بنتيجة 4-3 ضربات الجزاء الترجيحية. رأيك في المباراة أولا، وعايز أو نتكلم على بعض الجوانب التحليلية واللقطات المهمة جدا اللي هنستعرضها مع بعض، بس عايز أقول يعني عايز أخد رأيك الأول في انتصار الأرجنتين يعني وتقييمك للمباراة. هو طبعا قبل المباراه بالنسبه لمستوى الارجنتين اللي اتقدم قدام استراليا وفي دور المجموعات كانت المباراه رايحه في سكه ال 50 50، مش شايفين ان مثلا الارجنتين ليها الكفه الاكبر على هولندا او هولندا هي ليها الكفه الاكبر. كانت كل التوقعات بتقول ان الماتش ممكن يروح سكه التعادل، يبقى فيه هجمات قليله، يكون في شغل تكتيك اكتر، وده اللي حصل فعلا. يعني هو اللي غير طريقه الماتش او اللي غير المستوى اللي كان ماشي بيه الماتش هو الباص بتاع ميسي، الاسيست صح، في غريب الجون الاول. بصراحة، عملها بطريقة فظيعة. بالظبط، هو الاسيست ده هو اللي فتح الجيم، لان أكيد. هولندا كانت بتلعب على المرتدات وبتستنى رد، بتكون هي رد الفعل ما بتكونش الفعل. فبالتالي لما الارجنتين اتقدمت بدري الجيم اتغير، وبالتالي هولندا ابتدت عايزه تهاجم، فبالتالي بعد كده الارجنتين جابت الجون الثاني. فكان في يعني تغيير شويه في بعض الماتشات في بعض اساليب اللعب. طب يعني خلينا الصوره دي طبعا امبارح يعني نتكلم على الحالات بقى، ودي أول صورة مع الأسيست بتاع ميسي.
اسيست ميسي طبعا كلنا زهقنا، اللي هو ازاي وصل مالوما اللي هو صوت الجون في الانفراد، ان هو خلاص مره واحده كده ميسي مش باصص على اللاعب اصلا، ومش باصص هو المكان ده فاضي ولا لا، ومره واحده عمل الاسيست وهو وشه في الارض، ما رفعش عينه للمكان ده ولا مره طول ما الكره كانت معاه من بدايه اللعبه. ولكن هي الفكره مش في كده قد ما هي الفكره لو احنا رجعنا دقيقتين قبل الجون ده، يعني لو حركنا الصوره اللي بعدها هنلاقي ان ماشي. قبل الجون ده بدقيقتين، قبل الجون ده بدقيقتين كان ميسي بيعمل سكان للملعب وبيشوف ايه المساحه اللي هو يقدر يتحرك فيها فعلا. ويودي فيها اكبر عدد من الاسيستات. يعني احنا هنا لو بصينا على الكوره دي، مين هو اللاعب اللي قافل انصاف المساحات في خط الدفاع هولندا؟ هو اكي. مين اللاعب اللي بيعمل سكان للملعب في المكان ده؟ هو ميسي. ميسي على قد ما الناس بتقول ان هو ما بيجريش او ما بيتحركش، او كما وصفه جوارديولا في بعض تصريحاته قال لك ميسي اقل لاعب بيجري في الملعب، ولكن اكتر لاعب بيعمل سكان في الملعب ويبقى حافظ بيحفظ طريقه لعب الفريق اللي قدامه بتكون متواجده ازاي، وبيستنى نقاط الضعف او المساحات اللي يقدر ان هو يتحرك فيها. فبالتالي ده كان اول كان ميسي في المكان ده في دفاع هولندا. وزي ما احنا شايفين هنا ان في نفس الوقت اللي دي يونج بيشاور فيه لاكي ان هو يضغط على ديبول اللي هو اللي معاه الكوره عشان يقابله، اكي قرر ان هو يفضل واقف في مكانه عشان ما يسيبش المساحه اللي ما بين داني بليند وما بين فيرجيل فان دايك. فبالتالي هي دي كانت اكبر ثغره جه منها الجون بتاع اسيست ميسي. فهنتحرك بعد كده على الصوره اللي بعدها. خش على الصورة اللي بعدها نشوفها. خش على الصوره اللي بعدها نشوفها. هنا ميسي بعد ما ديبول عمل الميس باس لماك اليستر، ميسي بيشاور لمارينيا، بيشاور لمارينيا ان يتحرك في العمق في المساحه اللي ما بين اكي وما بين داني بليند. يعني هي ده قبل الجون بالظبط، قبل الاسيست بتاع ميسي بدقيقتين بالظبط. يعني هو يعني كان الجون مخطط جه في دقيقه للجول. 34 بالظبط، هو عامل سكان سابق للجون ده، هو يعني هو وجه اللاعب زميله مولينيا ان هو يتحرك في عمق الملعب بدل ما هو عامل ستريتش للملعب فعلى وساحب داني بليند معاه لغايه طرف الملعب، لا هو طلب منه ان هو يتحرك للعمق في المساحه اللي ما بين اكي وما بين بليند. بعد كده تمام. الصوره اللي بعدها ظهرت فيها بقى التحرك اللي عمله مولينيا بعد تعليمات ميسي، في الوقت اللي مولينيا سحب فيه اكي من المكان اللي هو الموجود المفروض يكون متواجد فيه ما بين فيرجيل فان دايك وما بين داني بليند، كان ميسي هو اللي معاه الكوره وبيتحرك في عمق. فهنا اكي في الصوره اللي بعدها، يعني في الصوره الخامسه لما نيجي نشوف تمام. اكي هنا قرر ان هو يقابل ميسي وفي نفس الوقت ساب المكان اللي هو كان متواجد فيه اللي هيتحرك فيه مولينيا. فميسي بالتالي هو مش شايف ان مولينا اتحرك هناك، بس هو اداله تعليمات اعتمد على الجوده التقنيه بالنسبه لزميله، اعتمد ان هو يعني احنا اتفقنا ان ده اللي هيحصل، فبالتالي انا مش مطالب ان انا بص، انا عامل سكان وعارف ان اكي طالما هو اكي قصادي فبالتالي اكي سايب المكان اللي هو فيه، صح. يعني اللي بيقابلني ده اكي، يبقى المساحه اللي اكي كان مغطيها هتكون فاضيه. فبالتالي اللي انا طلبته من زميلي انه يكون متواجد فيك حصل. في الصوره السادسه، في الصورة السادسة هنا، ولأن ميسي بيتحرك عكس اتجاه مولينيا، ففيرجل فان دايك قرر إن هو يروح مع ألفاريز لأن الكورة رايحة في الاتجاه اللي بيتحرك فيه ألفاريز، صح. فساب مولينيا لداني بليند في المساحة اللي ما بينه وما بين داني بليند. ولأن ده ميسي فقرر إن هو يعمل الباص عكس اتجاه تحرك اللعيبة كلها من غير ما يبص، ومعتمد اعتماد كلي على الإسكان اللي كان عامله في طبعا. الدقيقتين اللي فاتوا. فمجرد ما الاسيست راح من ميسي لمونينيا بقى هو الجون مش محتاج اي حاجه غير ان هو يركز بس قدام الجون مش اكتر من كده. فطبعا يعني اكيد السبب الرئيسي في هذا الهدف هو ميسي ما قبل الهدف كمان بدقيقتين ثلاثه، يعني هو كان مركز على اللعبه قبل ما تتعمل، فدي حاجه كبيره جدا تحسب للاعب عظيم طبعا هو ليونيل ميسي. ده هيخليني اسالك على حاجه مهمه يا شريف، هل الارجنتين وصولها لنص نهائي كاس العالم الفضل يرجع للمدير الفني، ان هو مثلا ممكن يكون مدير فني تكتيكي مميز، مدير فني عنده قدرات جيده، ولا ميسي هو اللي شد الفريق للمرحله دي من البطوله من وجهه نظرك باسمه وامكانياته؟ يعني مش محتاجين نتكلم على ميسي يعني، فانت بتقيم يعني، عايز اسالك برضو تقييمك للمدير الفني للارجنتين ازاي؟ هو سكالوني مش ممكن ما يكونش افضل مدرب جه للارجنتين، او ممكن ما يكونش افضل مدرب يعني في كاس العالم حاليا، ولكن الارجنتين عندها نقاط ضعف ونقاط قوه، واكبر نقاط القوه هي ميسي. يعني ميسي يعني في الماتشات اللي طبعا. فاتت في ماتش استراليا حتى هو اللي كان ليه الدور الاكبر في تاهل الارجنتين قدام استراليا، مع ان استراليا كانت في اخر ثانيه كانت ممكن تجيب الانفراد الاخير ويبقى الماتش 2-2 يعني نتحول تاني الاكسترا تايم.
الارجنتين مش ما بتقدمش الكره الممتعه او ما بتقدمش الكره الهجوميه اللي تخليك تقول ان هو منتخب مرعب ويقدر يكسب كاس العالم، ولكن بيقدروا يشتغلوا على نقاط قوتهم، واكبر نقطه قوه هي عندهم هي ميسي. عندهم نقاط ضعف في خط النص، لان خط النص بتاعهم ما بيقدرش يخلق فرص من غير تواجد ميسي، ما بيقدرش ان هو يلعب من العمق كتير من غير تواجد ميسي. اطراف اللعب عندهم بيبقى فيها ثغرات، اكونيا مش الباك اللي تقدر تعتمد عليه هجوميا، حتى في مستوى العرضيات بتاعته ما بتكونش بتقدم استفادة كبيرة بالنسبة لخط هجوم الأرجنتين. ولكن هم عندهم ميزة خاصة هي تواجد ميسي، وبيعتمد سكالوني عليها بأكبر شكل ممكن، ولغاية دلوقتي يعني بتجني ثمارها. هل ده هيكمل معاهم في دور نص النهائي ولا لا؟ ده وارد يحصل وارد لا، لأن الأرجنتين بتجد صعوبات قدام التكتلات الدفاعية، وده الأغلب اللي هينفذه كرواتيا في نص النهائي ما بين الأرجنتين وكرواتيا. تمام. فده اللي هنقدر هيبقى يكون أول تحدي حقيقي لسكالوني قدام التكتلات الدفاعية من النوع ده. تمام. أخيرا دلوقتي المغرب أحرزت هدف يا شريف، هدف ليوسف النصيري في الدقيقة 41، وتقدم مغربي عربي على حساب المنتخب البرتغالي. هل تتوقع أن النتيجة تستمر بالطريقة دي وتتأهل المغرب في مفاجأة مدوية لنصف نهائي كأس العالم، ولا لسه المباراة فيها شوط تاني البرتغال تقدر ترجع بمشاركة رونالدو وكده؟ هو يعني اللي احنا شايفينه في المونديال في النسخه دي من التحديد، ما بقتش قادر تحكم على النتيجه طبعا لغايه ما صح الحكم يصفر، يعني صح لغايه اخر ثانيه امبارح هولندا رجعت في اخر ثانيه فعليا، فما تقدرش تحكم على النتيجه. ولكن المغرب والبرتغال فرقتين بيلعبوا يكاد يكون نفس طريقه اللعب، نفس الاسلوب، بيعتمدوا على التحولات الهجوميه، بيعتمدوا على السرعات، بيعتمدوا على اللو بلوك. فممكن يكون الماتش لسه في حاجات كتير قوي لسه ما ظهرتش، بالذات ان الاثنين مدربين تقريبا نفس طريقه لعبهم. الحلول الفرديه هتكون افضل بالنسبه للبرتغال، يعني ممكن ما يكونش حل تكتيكي قد ما ممكن يكون حل فردي من جواو فيليكس او لياو او راموس المهاجم الجديد اللي خد مكانه في الفتره الاخيره. فممكن يكون لسه البرتغال لسه عندها فرص، ولكن طبعا نتمنى التوفيق لمنتخب المغرب أكيد ويكون منتخب عربي وافريقي يوصل للسيمي فاينال في كاس العالم. إن شاء الله بإذن الله. شريف أنا بشكرك شكرا جزيلا. شريف عبد المنعم المحلل الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا عن أمور عديدة بتتعلق بمباريات كأس العالم سواء اللي اتلعبت أو حتى اللي بتتلعب دلوقتي. بنشكره شكرا جزيلا، ونتمنى يا رب النتيجة تستمر بهذه الطريقة يعني في مباراة المغرب والبرتغال، وتتأهل المغرب لدور نصف النهائي. حلم كبير جدا لكل العرب كإنجاز فريد من نوعه. أولا أول إنجاز إنك توصل للمرحلة دي كفريق عربي، أول مرة في التاريخ توصل للربع النهائي، ليه لأ؟ كمان ما نحلمش ونتمنى إن احنا نوصل لنصف النهائي والنهائي كمان، طالما القدرات والإمكانيات موجودة مش بعيد بإذن الله. كل التوفيق للمنتخب المغربي الشقيق. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل السريع هنرجع نتكلم مع بعض في آخر فقرة. يلا بينا.